العاصمة مع لميس الحديدي. أهم خبر طبعا هو الكشف البترولي الذي أعلنت عنه إيني، شركة إيني الإيطالية بالأمس. طبعا على طول ماكينة الإشاعات والشائعات الإخوانية ابتدت إن ده والله كشف قديم، ده مش كشف جديد، أصل مصر غيرت الاتفاقيات وكذا وكذا وكذا. حقائق وفاكتس، واحنا بنتكلم كلام علمي ومش بنتكلم كلام غوغائي زي باقي يعني الحاجات الغوغائيه اللي هي تابعه لجماعه الاخوان. طبعا ده مش كشف جديد، يعني ده مش يعني، ولكن ده اعلان جديد لهذا الحقل، بمعنى ان الغاز طبعا موجود في هذه المنطقه، وجميعنا يعرف ان الغاز موجود في منطقه البحر المتوسط من سنوات طويله. اسرائيل ابتدت تكشفه وتكتشفه وتستخرجه، قبرص ابتدت تستخرجه، اليونان كذلك، مصر هي اللي ما كانتش بدأت في استخراج الغاز في هذه المنطقه لمجموعه من الاسباب. في مقدمتها ان مصر كان عليها مديونيه كبيره جدا لشركات البترول، كانت بدات قبيل الثوره، ثوره 2011 كان علينا 1.5 مليار قبل 2011. بعد 2011 توقفت عدد من شركات البترول عن الاستثمار في مصر، قال لك لا، المديونيات وصلت الى 7 مليارات دولار واكثر من 7 مليارات دولار، وبالتالي احنا شاكين في قدره الدوله على انها تسدد هذه المليارات ومش هنستثمر. مع الحكم الجديد مع الرئيس السيسي بدأنا في سداد هذه المديونيات. هذه المديونيات انخفضت من 7 مليار دولار إلى 3.9 مليار دولار فقط الشهر الماضي. والحقيقة البنك المركزي ساهم بشكل كبير جدا في توفير العملة الصعبة والدولارات اللازمة لسداد هذه المديونيات. من هذه الشركات شركة إيني الإيطالية، هي واحدة من أكبر الشركات العالمية طبعا، هي شركة تمتلك الحكومة الإيطالية فيها 30% من الشركة، شركة مدرجة في البورصة، وبالتالي كل إعلانات شركة إيني اللي هي تتصدر كل الصحف الأجنبية وكل وكالات الأنباء الأجنبية لا يمكن أن تكون كاذبة. يعني لو إحنا حتى في مصر بنكذب زي ما الإخوان بيقولوا، إيني مش هتكذب، لأن دي شركة مدرجة في البورصة. لو كذبت وقالت إنه والله إحنا عندنا 30 TCF متوقعين، اللي هو 30 مليار قدم مكعب متوقعين، وهي عندها 20، سهمها ينهار في البورصة. العالم كله بيتحدث عن هذا الكشف، ورئيس مجلس إدارة إيني بيقول إنه هذا الكشف هو game changer for Egypt، هو يعني سيغير المنظومة، سيغير اللعبة بالنسبة لمصر، سيغير سيناريو الطاقة بالنسبة لمصر. اتكلمنا على ده امبارح، لكن في عاملين مهمين جدا أدوا إلى تحريك ان احنا نكتشف هذا الحقل وان إيني تعلن عن هذا الاكتشاف. واحد، سداد المديونيات لشركات النفط ومنها شركة إيني. وتذكروا أن الرئيس كان قام بزيارة إلى إيطاليا، رئيس الوزراء أيضا قام بزيارة إلى إيطاليا. إيني كانت في مقدمة المباحثات اللي كانت في هذه الأوقات. أيضا تذكروا الاجتماع الثلاثي اللي كان بين مصر وقبرص واليونان، هذا الاجتماع كان له علاقة بالمياه الإقليمية، ويعني إنه لو حصل إن إحنا حفرنا في المياه الإقليمية غير التابعة لنا ما يبقاش عندنا مشكلة مع هذه الدول، وبالتالي كان في اتفاق بين هذه الدول الثلاث. هذا الاتفاق يمكن ما فهمناهوش في البداية، ولكن نقدر نفهمه الآن، لأن منصات الاستكشاف، منصات النفط، منصات الغاز، أحيانا بتضطر أنها تخرج عن المياه الإقليمية. إسرائيل يعني سرقت مننا كتير جدا، وعشان كده إسرائيل منزعجة جدا من هذا الاكتشاف، لأنها كانت تتوقع وتأمل أن مصر ستستورد الغاز من إسرائيل، وما كانش عندنا حل تاني. عشان نبقى واضحين، احنا ما كانش عندنا حل تاني غير استيراد الغاز من إسرائيل لأنه الأقرب والأرخص اقتصاديا. إسرائيل الآن تدرك أنها لن تستطيع أن تكون المورد الأساسي لمصر للغاز، والنهاردة البورصة الإسرائيلية شهدت انخفاض عدد من أسهم شركات الغاز الإسرائيلي.